أصدقائي أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة طبعا جديدة من برنامجكم وبرنامجي المفضل، برنامج الفار. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج الفار مع أحمد نادر على قناة الأهلي أونلاين تي في. وزي ما وعدتكم بقى إن شاء الله الحلقة الجاية زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت هتبقى حلقة جميلة وحلقة قيمة وقامة، وهنتكلم فيها طبعا على مجموعة من الفقرات الجميلة والمفيدة واللطيفة واللي هتكون بالنسبة لكم بتشوفوا بيها المباراة بشكل مختلف تماما. طبعا النهاردة هنتكلم معاكم على مباراة الأهلي امبارح واللي كانت هامة جدا 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 أمام الفريق السكندري، فريق حرس الحدود. وطبعا المباراة دي كانت جديرة إن هي تؤمن مشوار الأهلي في حسم لقب الدوري، اللي هو حسم أساء يعني، إحنا بس إحنا يعني في منافسة واسمع علينا يعني. الأهلي طبعا حسم لقب الدوري وقدر إن هو يتفوق امبارح على حرس الحدود بهدفين مقابل لا شيء، أحرزهم الحاوي الكبير نجم النادي الأهلي كابتن وليد سليمان، والجول الثاني طبعا أحرزه الكابتن الكبير محمد مجدي أفشة. المباراة بدأت في البداية الأهلي ضاغط سجال بتاع، المهم طبعا احنا بنلعب 4-4-2 زي ما احنا عارفين، وكان قدام في أليوبادجي ومروان محسن. أليوبادجي ضيع كورة جميلة جدا ما تضيعش يعني، وبعدين مروان محسن راح مضيع كورة تانية جميلة ما تضيعش برضه الحمد لله يعني. الأهلي كان بيحاول يهدف ويضيع ويهدف ويضيع ويهدف ويضيع، ولكن في النهاية انتهت أحداث الشوط الأول بتعادل الفريقين 0-0. لاحظنا مجموعة من الملاحظات طبعا هنقولها لكم في برنامج الفار، وهي ان مبدئيا مروان محسن كان واخد تعليمات ان هو يلعب كشادو سترايكر، ما بيلعبش كسنتر فورورد او كمهاجم صريح بيلعب جنب أليو بادجي. طبعا سنتر فورورد وشادو الكلام ده، بص يا جماعه اي حد بيلعب فيفا او بيس بلغه العالم عارف انت، يقول لك نلعب بيس عارف انت الحاجات دي، فهو اي حد بيلعب بيس او فيفا عارف الحاجات دي. السي اف او السنتر فورورد ده اللي هو او الفورورد يعني، ده اللي هو المهاجم الصريح، والاس اس اللي هو اس اس ده احنا ما جربش المايك ما قالش اس اس، لا ده اللي هو اسمه شادو سترايكر او مهاجم الظل. واحد يجي يقول لي يعني ايه ظل، اقول له ما اعرفش بس يعني يا جماعه انت ما سمعتوش يعني جت عليا. ما علينا، مهاجم الظل بيبقى سائط تحت المهاجم، وهو المفروض ان هو بيسحب معاه الباكات، وفي نفس الوقت بيبدا يستلم الكره من بدري، ممكن بيبقى بيرجع عشان يقوم ببعض الادوار الدفاعيه، فهو الدور ده بقى بيقوم بيه مؤخرا مروان محسن في خطه ال 4-4-2. فكان في الشوط الاول زي ما قلنا احنا بنلعب 4-4-2، وكان المهاجم اللي يعتبر صريح هو أليو بادجي، ومروان محسن مهاجم معاه في الخطه ولكن سائط تحت شويه. لو نفتكر ايام منتخب مصر مع الكابتن حسن شحاته كان بيعملها دايما عماد متعب وعمرو زكي، يعني كان متعب هو اللي بيسقط وهو اللي بيسحب المهاجمين، وكان عمرو زكي هو يعتبر المهاجم الصريح او المهاجم اللي بيحاول ان هو يهدف ويجيب الاهداف. النادي الاهلي كان واخد تعليمات ثانيه برضو بان هو بيلعب بحاجه اسمها هاي ديفنسيف لاين، برضو العيال بتاعه الفيفا والبيس بيس ثاني، هم العيال دي هم اللي هيفهموا كلام يعني ايه هاي ديفنسيف لاين، يعني انا بلعب بدفاع متقدم، بحاول ان انا ابقى ضاغط على مهاجمين الفرقه اللي قدامي، واي مدافع تجي له الكوره يبدا يقدر ان هو يبني هجمه بسهوله، لانه بيبقى الخط نفسه قريب من خط الوسط وقريب من خطوط الهجوم. ولكن مشكله الهاي ديفنسيف لاين ده يا جماعه ان بيبقى فيه يعني سنايه ريسك كده او يعني مخاطره، لان انت بتبقى بتلعب شويه على الاوفسايد، يعني انت بتلعب على ان المهاجم اللي قدامك في الفرقه اللي قدامك يطلع اوفسايد، فانت لو غلطت احنا يعني احنا مسكنا السلك كلنا، احنا كلنا يا جماعه نزلنا الترعه خالص، نزلنا الترعه خالص. واللي بان بقى في ده قبل كده ان كان في هجمه كده للاهلي، كوره اتلعبت وراحت مردود علينا بهجمه، والراجل قاعد يجري وغالبا حصل عطل يعني الدراع علق او في حاجه، فراح واقف فجاه، فاللعيبه رجعت طبعا، فالحمد لله ان ربنا سترها معانا. وما تقولوش الكلام ده لحد يا جماعه عشان احنا بنحاول ما نقولش على النت يعني حبايبي. بالنسبه للاهلي دفاعيا كان بيعمل حاجه غريبه جدا، او يعني مش غريبه احنا اعتدناها قبل كده مع كابتن هيكتور كوبر، وهي فكره دفاع الستاره، اللي هو انت ما بتضغطش على اللعيب وهو معاك كوره، انت بتفضل واقف مستنيه، انت مجرد رد فعل ولكن انت قافل له المساحات. فهي الطريقه دي فيها ميزه ان هي بتصدر الملل للفرقه اللي قدامك، بس هي فيها عيب ان الفرقه اللي قدامك بتفضل يعني بتحصل على الاستحواذ، ولو قدروا ينقلوا الكوره بشكل قيمه وقامه زي ما انا معودكم في اللازمه زي كده لما اخذ التيكي تاكا بتاع برشلونه، فيقدر ان هو يستحوذ ويقدر ينقل ويقدر يضرب دفاعاتك بسهوله جدا. فهو النادي الاهلي بينفذها علشان يوقف الخصم اللي قدامه، عشان يوري له انه في بلوكات يعني، بالتالي يحس ان هو بيلعب قدام حيطه فما يقدرش ينقل الكور، ولكن لو فرقه بتعرف تنقل الكوره كويس جدا فممكن تخترق ده بمنتهى السهوله. الشوط الثاني بدا، وبدا حرس الحدود ان هو يكون افضل في بعض فترات اللقاء، وبدا الاهلي يحاول ان هو يجاري اداء حرس الحدود لحد ما حصل التغييرات من الكابتن طبعا فايلر، وقدر ان هو يقلب موازين اللقاء بنزول بقى عناصر الخبره زي وليد سليمان وزي اجاييه وزي قفشه، ويسفر عنه في الدقيقه 85 كره جميله كده ما بين علي معلول يلعبها لاجاييه، واجاييه يلعبها لوليد سليمان، وليد سليمان ياخدها خد يلا وراح حاططها طبعا على يسار الحارس في المقص اليسار.
واحد يقول لي المقص دي اقول له معرض بس هي عجبتني حسيت كان هي ليها هيمه وشمخ. المهم يعني ما علينا يحط الجون على يسار الحارس في الدقيقه 85 وبعد كده يلعب الاهلي ويكمل المباراه وبعد كده اجاييه يلعب كوره اسيست عالمي للكابتن محمد مجدي قفشه واللي يحرز هدف والهدف ده طبعا هيرجعه لمستواه وهيعلي مستواه وسط يعني اهتزاز المستوى اللي موجود ووسط الغيابات ووسط الاصابات اللي موجوده في النادي الاهلي. وبكده يتفوق الاهلي بهدفين مقابل لا شيء على حرس الحدود ويؤمن بقى مش منطقه دفاعيه. خلاص يا جماعه احنا في الصومال كده يعني خلاص الاهلي بقى 68 نقطه وناقص له 8 نقاط على حسم بطوله الدوري. وده رجعنا بقى للسؤال اللي احنا مش عارفين لحد دلوقتي هو حصل ليه دلوقتي بعد ما كابتن قفشه جاب جول راح عامل علامه 8 وده بقى بياخدنا لاكثر من احتمال وخلينا ايه نقعد نحلله كده مع الساده المشاهدين. هات بقى كوبايه الشاي بتاعتك وتعالى كده اقعد ايه نقعد نرغي. بص يا باشا مبدئيا بيقول لك ان الثمانيه دي عشان ناقص 8 نقط على ايه حسم لقب الدوري. دي احد الروايات. في رواية أخرى بيقول لك إن ده حصل عشان عيد ميلاد الكابتن محمد بركات ال 44 وبنقول له طبعًا كل سنة وأنت طيب يا زئبقي اللاعب القيمة والقامة وأحد أهم الأعمدة في تاريخ النادي الأهلي. واحد تاني قال لك لا دول هم بقى عملوا رقم 8 دعمًا للكابتن مؤمن زكريا ودعمًا للحالة الصحية بتاعته عشان يوروا إن إحنا بنساندك يا كابتن مؤمن. أنا بقى تحليلي الشخصي بيتهيألي إن قفشة كده غالبًا قافش مع ميسي بما إن اسمه قفشة يعني وفي حوار كده فهو بيرازيه بالبايرن قال له طب خد بقى الثمانية بقى بتاع ليفاندوفسكا ولا فربنا الأعلى مش متأكدين يعني. وعامة يا جماعة نحب نسأل الناس في الشارع ويقولوا لنا أنت شايف رقم 8 دي كانت بتتعمل ليه؟ وبنعلن إن اللي هيحل الإجابة صح إن شاء الله في آخر الحلقة هياخد جايزة وهيدينا 200 جنيه ويا ريت تبقى ورقة واحدة عشان ما تكنكعش في المكان. نحب كمان إن احنا نعلن يا جماعة المباراة الجاية إن شاء الله عن عودة الكابتن محمود عبد المنعم كهربا لكي يكهرب الخصوم إن شاء الله ويرجع لمستواه ويكون إضافة قوية طبعا لخط هجوم النادي الأهلي. كنت بقلب في التلفزيون بشكل عشوائي كده في احد القنوات يعني لقيت برنامج كده فيه تحليل يعني وفيه اتنين طبعا من القامات يعني بدون ذكر اسماء كابتن احمد عفيفي وكابتن عصام الحضري كانوا مع الكابتن ميدو وامام بيتكلموا على يعني ان الحضري بيقول له ان بيخرج من الاهلي ما بيرجعش وعفيفي بيقول له لا ان ما تعرفش الايام هيبقى فيها ايه. وشفت بقى كمان مجموعه تانية من المحللين بيتكلموا ان ده في احتراف واصل مش عارف ايه واللاعب من حقه ومش بقى يعني فاحب ارد على الناس دي واقول لهم حاجه واحده بس يا جماعه واحد يجي يقول لي بقى طب وبالنسبه انت شايف مين اللي يستحق لقب البابا الحقيقي بتاع المباراه فاقول له بصراحه الكابتن الحاوي الكبير الكابتن وليد سليمان. واحد يجي يقول لي ليه يا كابتن اقول له عشان انا بحبه عادي. لا لا فعليا لو من غير ما يعني من غير ما نهزر كابتن وليد سليمان كابتن يعني هو راجل يعتمد عليه وراجل قادر ان هو يلم اللعيبه قادر ان هو بيعمل فرق كبير في لحظات حرجه في الملعب يعني زي ما احنا شفنا امبارح انت لحد الدقيقه 85 انت لسه ما كسبتش نزل وليد سليمان هي كوره خطف الماتش الراجل بيلعب بمنتهى القلب وبمنتهى الروح كانه مثلا عنده 17 سنه رغم ان وليد سليمان مواليد 85 يعني الراجل مش صغير ولكن دي الروح اللي احنا عايزين كل اللعيبه تلعب بيها عشان تحصل على لقب البابا الحقيقي. ياخد معانا جايزه محترم واحنا بنكتبها مفرطه كده يا جماعه ميم حاط هره ميم الكابتن طبعا الكبير النيجيري الكابتن جونيور اجايه. ولكن عندي سؤال يا جماعه هو اجايه ليه حزين؟ يا راجل بيعمل كور خزعبليه واسيستات وبيبسط العالم وتلاقيه فجاه بص في الارض. لماذا انت حزين يا اجايه؟ ارجوكم يا جماعه تساعدوني نحاول نوصل لماذا اجايه حزين ونتابع ده في الحلقات الجايه لحد ما نوصل ان شاء الله للحقيقه المطلقه. وبكده تبقى انتهت حلقتنا من برنامج الفار مع احمد نادر على قناه الاهلي اونلاين تي في وسؤال الحلقه ومستنيكم تكتبوا لنا في الكومنتات ليه قفش عمل رقم 8؟ هل علشان مؤمن زكريا؟ ام علشان محمد بركات؟ ام علشان ناقص 8 نقط على الدوري؟ ام علشان قفشه بيرازي ميسي؟ نشكركم شكرا جزيلا ومستنيين كومنتاتكم وتعليقاتكم واللي تغرق الفيسبوك وكل اللي بقى.